اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده، ولما نقول خلاها سمك النهارده اكيد تفاصيل صغيره ولكن الطعم جديد. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل شوربه الجمبري بالكريمه. هل الجمبري ده ممكن يكون جمبري لحم، جمبري قشر؟ نصيحه مني، قشر الجمبري لازم تستغليه في شوربه الجمبري وفي شوربه السي فود، ولكن له تكنيك هنشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا سمك النهارده وقار، انا هعمله بطريقتي الخاصه، سمك مشوي، ولكن قبل ما نشويه طبعا انا حطه في نقيع جوز الهند، حليب جوز الهند، هيبقى واخد المذاق الهندي، يعني سمك مشوي على الطعم الهندي. المقادير بسيطة وسهلة، ولكن الجديد ان انا حطه في حليب من جوز الهند مع تشكيلة من الخضار. عدل الاكل بتاعنا ده اذا كان السمك المشوي او شوربة الجمبري بالكريمة شوية رز، رز النهاردة بالطماطم والشبت. ازاي نعمل رز على السفرة غير الرز الصيادية المعتاد اللي احنا عارفينه، هنعمله رز بالشبت والطماطم. تفاصيل صغيرة النهاردة في اكلة سمك غير مكلفة، ولكن مكلفة علميا ومكلفة طهويا، افكار بسيطة وسهلة. مش عايز اطول على حضراتكم لان النهاردة في شوية شغل برضو حلوين فيهم فكر طهوي. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي نعمل مع بعض سمك مشوي بطريقة بسيطة وسهلة ولكن واخد الطعم الهندي، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشة. معانا سمكة وقار مقطعينها جزل موجودة معانا، في حليب جوز الهند بس كده. أنا عايزها تاخد طعم الحليب والأنسجة بتاعتها تشرب طعم حليب جوز الهند. نبص عليها كده في عجالة أهي السمكية. هل ينفع مشي في السمك يتنقع في الحليب؟ اه، سمك فيليه قشر بياض، فيليه وقار، جزل بالشكل ده كده، تلاقي السمكية لونها بيض واللحم بتاعها خد طعم الحليب بتاع جوز الهند. اه حلو الكلام. ادي السمكية بتاعتي متقطعة وجاهزة، حتى الديل بتاعها معانا هنا زي الفل، جزل زي الفل، وزنها تقريبا بيعمل كيلو. معانا من الخضار بتنجان، فلفل الوان، طماطم، بصل، فلفل حار، زعتر، وشويه الثوم والزبده. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معانا صينيه هنطلعها من الفرن شديده الحراره، بنجهزها عشان نكسب وقت، فاحنا بنسخن الحاجه قبل ما بنشتغل، ده الطبيعي. برضو ده تجهيز يبقى معاكي في المطبخ. صينيه هنحطها هنا كده، حلو الكلام، وناخد مع بعض شويه خضار زي الفلفل الالوان بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اخضر، احمر، اصفر، حلو، هنقطعه. فكره عمل السمك ده ان الفلفل ده هيتشوي، بعد ما يتشوي مع السمك بناخد الناتج بتاع الشوي اللي هو الفلفل مع الثوم مع البصل مع البهريز اللي هينزل كل ده، وفي الاخر يا عم الشيف بنعمله بوريه بينضرب في الخلاط وينزل على السمك المشوي في نفس الصينيه. وادي طماطم كمان معانا، واخد طبعا طعم الكاري، طعم البهارات الجميله الحلوه. ده فلفل حار اخضر واحمر بالشكل ده كده، حلو قوي. تعالوا نشوف ازاي هنعمل السمك ده. نشوف السمك بتاعنا اللي في جوز الهند ده كده اخباره ايه. هنشيله من الحليب بتاع جوز الهند، خلاص احنا مش عايزينه. ان انا احطه في حليب جوز الهند يعني السمك هنا ما فيهوش زفاره، زي الفل. التتبيله بتاعتنا هتبقى تتبيله بسيطه وسهله. اه ودي طريقه جديده. هناخد السمك ده كده، ممكن يتعمل اي نوع سمك يا شيفنا، ممكن نجيب بولتي، نجيب البوري. نبص عليه كده مخرجنا، اهو دي السمكه اهو، يا حلاوه على حته السمكه اللي تقريبا استوت. هنحط عليها شويه ثوم، حلو، شويه بقدونس حلوين،
شويه شبت صغيرين بالشكل ده كده. البهارات بتاعتنا اساسي فيها الكاري والكركم بالشكل ده كده اهو، بابريكا، شويه كمون حلوين، السمكه بتتبل عادي خالص، ملح وفلفل. انا عايز اتبل السمكه حلو ليه يا عم الشيف؟ علشان البهريز اللي هينزل من السمك ده هيجاور الخضار اللي انا هشويه معاها، في الاخر هيبقى عندي فليفر وطعم مميز. هنحط زيت الزيتون هنا كتير ونمسك السمك الحلو ده كده بعد ما اصطدناه من حليب جوز الهند بالشكل اهو. الله، السمكة فيدي زي الفل. تمام يا عم الشيف، لغاية كده احنا فاهمين انت بتعمل ايه. ممكن نشوي كده، ممكن في الشبكة بتاعت المشوي اللي بتشوي فيها الفراخ، اللي بتشوي فيها الكباب، السمك ده يتشوي في طاسة، يتشوي في صينية، يتشوي. ولكن الطعم النهاردة مختلف. هنحط السمك ده نرصه كده بالشكل ده كده. دي للسمكة. البهريز بتاعنا ده هنخليه على جنب، وناخد الفلفل الحلو ده كده نحطه هنا. حلو الكلام. الخضار ده مطلوب، انا عايزه اذا كان فلفل ولا بصل بالشكل ده. حلوه الفكره دي، سهله. الخضار ده بيتشوي بعد ما بندخلها الصينيه كلها مع بعضيها. بناخد الخضار ده بنضربه في الكبه، بنضربه في الخلاط، بتطحنيه بالهون اللي عندك زي ما انت عايزه، بالسكينه، بالسطور، اختياري. حلو الكلام اهو. البهريز اللي موجود عندي اللي انا كنت متبل فيه السمكه معايا بالشكل ده كده، بزود عليه شويه زيت زيتون، عصره ليمون. يا عم الشيف شفت البساطه؟ شفت السهوله؟ وعملت النهاردة سمك مشوي بطعم تاني. يعني المغازي لما يقول تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد، هنا الكلام. اللهم صل على النبي. أنا واثق وعارف وأريك يا مخرجنا إن أنا مش عايز أشيل الصينية دي من هنا، أخليها معاك كده. دلعها آخر دلع. صينية سمك، لوحة فنية فيها معاني كتير، فيها تفاصيل كتير، فيها خبرة طهوية، بداية من السمكة لما قطعتها جزل ما غسلتهاش بمية، خدتها وجبت حليب جوز الهند وحطيت السمك فيه لمدة ساعتين، لمدة ثلاثة، مفيش أي مشكلة. أشيل دي من هنا مضايقاك أنا عارف. أهو درجة حرارة الفرن عندي 180، بس خلونا أشرح إيه اللي هيتم هنا. السمك مع الخضار وتشكيلة الخضار اللطيفة من خير أرضنا، تقدر تعمل السمك البوري بالشكل ده، السمك البلطي بالشكل ده، نفس الفل. هناخد ده زي ما هي كده دلوقتي، نحطها في الفرن تتشوي. اللي هيحصل بعد كده بناخد الخضار ونشوف ليه تفاصيل طبعا، والسمك بنقدمه بطريقة جديدة، ويا سلام مع شوية الرز اللي بالشبت. مخرجنا الجميل حابب أطلع فاصل هنا من عند الفرن، والصورة الحلوة من قلب الفرن. ايه رايك حبيب قلبي؟ هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير مع لوحه تحفه فنيه على شاشه القناه الاولى من داخل الفرن. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صينية سمك فعلا تحفة فنية، لوحة فنية. نعم يا غالي، عينيا الاتنين، انا اقدر اقول لأ؟ عايز يبص عليها في الفرن. تفاصيل كتيرة في الصينية دي على فكرة، بداية من ان انا احط السمك فترة ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات. كل ما تحطيه في حليب جوز الهند كل ما الانسجة بتاعت السمك تشرب الفليفر والطعم بتاع جوز الهند. ايوه هو ده الكلام بقى. انا عايز اعمل الطعم من المطبخ الهندي،
الألياف والأنسجة بتاعة السمك لما بتمتص حليب جوز الهند بتاخد طعم كريمي لطيف وجميل، والسمكة بيبقى طعمها حلو، وخاصة سمكة الوقار أو قشر بياض. الجزل الفيليه ما بيبقاش لطيف قوي، إنما الجزلة بتبقى سميكة شوية وملحمة شوية. أدي الفكرة كلها. أنا هعمل دلوقتي شوية رز بالشبت غير الرز الصيادية، هنشوف نعمله مع بعض إزاي بطريقة بسيطة وسهلة، يعني افتكاسة طهوية كده. معايا شوية جمبري، فخلونا ناخد الجمبري ده نطلع كل حاجة حلوة منه. أول حاجة عندي قشر الجمبري ده باخده، بس أنا قشر الجمبري مش عايز الإيه، مش عايزه في الشوربة دي. أول حاجة المقادير على الشاشة: رز مصري، زيت زيتون، زبدة، شبت، طماطم. رز مصري، طماطم، شبت، زيت زيتون، زبدة. خدت الرز بتاعت الجمبري يا عم الشيف، هتعمل بها ايه؟ احنا مع بعض اهوت، واحدة واحدة. حلوة زي ما انا شغال كده، اوعى تغلطي وتحط الجمبري، خلي بالك. الرز دي تتغسل يا عم الشيف؟ لا، الجمبري يتجاب يتغسل هو سليم، وبعد ما نقطع الرز بالشكل ده كده نخليها معانا. حلو الكلام؟ دي جمبريايه يا هنا. حلو قوي، تمام زي الفل. معايا عود كرفس بحطه هنا. حلو الكلام. معانا بصلايه ناعمه بحطها هنا. معانا فص ثوم ناعم بنحطه هنا. معانا قرن فلفل حار بنحطه هنا، كمان قرن فلفل حار بنحطه هنا، قليل من الشبت بنحطه هنا، مكعبين من الزبدة بنحطهم هنا، وناخد الحلويات دي ونيجي هنا عند الايه، عند الطاسة بتاعتنا. بنحط فيها شوية زيت شديدة الحرارة ونحط كل المكون اللطيف ده. تاني روس الجمبري، اي جمبري عندك بلدي بقى مستورد، مش هو ده الموضوع. حطينا عليه التوم، حطينا عليه فلفل حار، حطينا عليه شويه شبت صغيرين وبصلايه، وهناخدهم كده في قلب الطاسه ونحطهم. حلو الكلام. انا عايز اعمل شويه رز، تسيبي كل حاجه على السفره وتاكل الرز، تسيب الجمبري للضيوف لانه غالي. نعم يا مخرجنا يا جميل، انت مخرج شاطر مبدع، ولكن خليك انت بعيد عن القصه دي. بقول لي هتحط ازاي الرز على قشر الجمبري ولا راس الجمبري؟ في اطفال ممكن تاكل تتاذي. لا يعني لسه ده في حدوته هتحصل هنا، في حكايه هنا، في حكايه هتحصل هنا. شفت كده التحميره دي مطلوبه؟ لازم لغايه لما اشم ريحه الفوسفور والزنك واليود بتاع الجمبري في قلب الطاسة، نار شديدة زي ما أنا شغال كده. بنحط البهارات بتاعتنا. الله عليك، بهارات زي ما أنت عايزة، ملح، فلفل، كمون. أنت عايزة الرز بأني طعم؟ طعم مصري يبقى كمون وكزبرة، طعم غربي خش على الزعتر والبهارات الإيه؟ الغربية. شوية روزماري، شوية زعتر، شوية ريحان، وهكذا. السمك واحد، ومن نعم ربنا علينا خلق كل حاجة واحد للبشر، ولكن التصنيع والفن الطهوي والإبداع الطهوي هو اللي بيغير من مطبخ لمطبخ ومن إيد لإيد. هنا القشر الجمبري زي الفل، دورته مع البصلة مع التومة مع مكعب الزبدة بالشكل ده كده. بدأت أشم ريحة حلوة، باخد الماء المغلي بسقطه هنا كده. الله، هو ده. واسيبها على النار تفور بس. الشوربة دي بقى اللي انا هعمل بيها حاجتين، هما يا عم الشيف هاخد منها شوية شوربة الجمبري، واخد منها شوية الرز اللي انا هعمله بالشبت. زي ما انا شغال كده غلوة على النار، وهي بتغلى على النار فرصة لطيفة
بعمل ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي. بجهز الجمبري بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي ونعمله شوربه. ده المطبخ، عندي جمبري اهوت عايز اعمله شوربه. بشيل القشره دي كده، والجمبري من الحاجات اللطيفه اللي تحتفظ بالديل والعقله اللي جنب الديل. مخرجنا الجميل الله يوفاك اساتذه المصورين حبايبي، وانا بقشر الجمبري اهو، بقشر القشر بتاعت الجمبريايه وبحتفظ بالديل والعقله اللي جنب الديل. طب ده ينفع في شوربه الجمبري يا شيف؟ والله ينفع. دايما ديل الجمبري او العقله الاخيره من الجمبريايه بتدي شخصيه لحبايه الجمبري، لو انا شلتها بتحس ان الجمبريايه ضعفت الشخصيه، والجمبري ما يتغسلش بعد التقطيع او بعد ما نشيل عرق الرمله منه زي ما انا شغال كده، ده ما يتغسلش خالص. خلاص شلنا عرق الرمله زي ما هو كده، بنشيل القشر ده كده زي ما هو وحضره يعني. وفرصه ان الشوربه بتاعتي بتغلى على النار، لان عايز استفيد بالشوربه دي اعمل رز تاكلي صوابعك وراه وتعد صوابعك قبل ما تاكلي، واعمل شويه شوربه جمبري بالكريمه. انا بعشقها دي، الكريمه اللي بتبقى مع شوربه الجمبري بتبقى حكايه. شفت ازاي؟ نشيل ده كده. مش لازم تجيب الكميه دي على فكره، يعني ممكن نص كيلو ربع كيلو، خمس وحدات ست وحدات مفيش اي مشكله. ممكن تحط مشروم مع الجمبري ده لو انت عايزه تزودي شويه، ممكن تحط خضار مع شوربه الجمبري زي ما انت حابه، ولكن شوربه المشروم بالكريمه مش عايزه شريك، عامله زي الفريك. قشرتهم كده عارف بالسله. نعم يا غالي ابن حلال، بيقول لي مش كنت حطيت قشر الجمبري ده مع عروس الجمبري؟ ده كلام كبير قوي. انا القشر بتاع الجمبري ده هعمل بيه تركايه كده هتعجبكم قوي على فكره. عايزه انا اطلع منه لوحه فنيه اللي هي قشر غير الراس. قشر الجمبري ده هطلع منه لوحه فنيه زي ما هو كده مع الشبت ده. حلو الكلام. لازم تعمله من الفسيخ شربات زي ما بيقول المثل. شويه جمبري ممكن نكون سعرهم غالي شويه، بس لازم اطلع منهم ابداع طهوي. حلو الكلام. خلاص كده الجمبري جاهز، خليه على جنب ونخلي دول معانا كده. اللي هيواصل معانا ومش هيحول القناه ولا يقلب القناه هيعرف. نعم والله هو شغال، عايزنا نقول غير كده؟ شغال. هخلينا نغطيها مع بعض زي الفل. حاضر عينيا. لا زي الفل. انا بس عايز اطفور عشان اقدر اخد خير الراس بتاعت الجمبري. هو ده هنخليها على النار كده غلوه، ويا ريت تطلعني فاصل تبقى عملت فيا صواب واحلى واجب عملته معايا يا شفيع عشان اشربك شويه شوربه جمبري زي الفل. ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الرز بالشبت والطماطم تاكل صوابعك وراه. معانا صينيه سمك في الفرن بتتكلم هندي، ولكن تنفيذ واعداد خبره مصريه، خفيف الظل وخفيف الدم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لما يكون عندي شويه جمبري، الجمبري عزيز مش هنقول سعره غالي، يعني احنا ايه المشكله لما يكون عندنا يوم في الاسبوع يوم في الشهر مناسبه حلوه، جبنا نص كيلو جمبري عملنا عليه حفله، هنطلع منه شوربه ونطلع منه رز ونطلع منه شوربه سي فود، وممكن ناخد قشر الجمبري ده بتركايه كده هنشوف هنعمل فيه ايه. وزي قلت لحضراتكم اللي هيواصل معايا مش هيقلب المحطه ولا هيقلب القناه هيعرف قشر الجمبري ده هنستفيد بيه. حلو قوي. عندي هنا الحمد لله الحله بتغلى على النار. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد الخلاط ده او الهاند ميكسر ده واجيبها كده جنبي، الله، واعمل التركايه دي.
الله على الريحه. قولوا يا بختك يا شيف. تعرفين المخرج بيقول لي ايه وانا شغال؟ بيقول لي انا ما طلعتش شيف. لا بجد على في اللحظه دي لازم تطلب انك تشتغل شيف. انت كده مع الجمبري، واخد بالك انت ازاي؟ اه حلو الكلام، بس ساعه ما تحمر بصله وتومه وتقشر بصله تقول لي عمل لي شيف تدعي عليه. بقى في الحاجات الحلوه خليك على الحلوه والمره. تعالوا نصفيه مع بعض. اه حلو الكلام؟ اه ناخده زي ما هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم ونصفيه. لازم مصفى ناعمة. الله. طبعا الرسالة وصلت. عندك شوية شوربة حكاية. فيهم طعم الكرفس، فيهم طعم البصلة، فيهم طعم التومة، هي نفس الحلة على النار، مش هغيرها ولا اغسلها. وصفي ده كده. الله، وأقول لي ده باي باي. خلاص انا خدت اللي انا عايزه منك، لكش عوزه كرفس والبصل والثوم وقشر الجمبري واليود والفوسفور واوميجا 3 زي الفل يا عم الشيف. تمام، تعالوا بقى نعمل الرز عشان نخلص منه، عشان وقتنا بيسرقنا. طاس على النار، حلو، معلقه زيت صغيره، مكعب من الزبده، بصلية ناعمة. العب اللي يخاف من النار ما اقول ولا اتحرك فيك اي حاجة. بصلية ناعمة حبيبي يا فشتي والله. فصي توم ناعم. الله، وانا بقلب كده اهو، بنزل بالطماطم. حلو، بنزل بالشبت. حلو، شوية البهارات الحلوين، مش ده للرز، عشان اخلص منه واحطه على النار ويطلع على الرز لما يستوي. ملح وفلفل، ونرفع ايدينا من الملح لان احنا حاطين ملح على الشوربه. خليكي كده مركزه في مطبخك، خلي بالك حاجات ما تتكررش مرتين وانت واقفه على النار. الملح ممكن، البهارات اه. الرز هنا جاهز بالكشنه بتاعته، ننزل بالرز المصري اللطيف. اللهم صل على النبي. جوزك بيحب الحار، قرنين فلفل حلوين كده في قلب الرز عشان يعرف انك انت بتحبيه. اهو الشوربه بتاعتنا، خلص الكلام، خلصنا من الرز. حاضر، انا هروح دلوقتي الفرن بس عشان اطلع الحاجه اللي في الفرن. كده الرز جاهز، 10 دقايق وبتاكل الرز ده، او بالكتير للامانه يعني 20 دقيقه، ونسيبه على النار يستوي. شفت شوية الرز الحلوين دول؟ هتاكل الرز ده وتسيب الجمبري للضيوف. نغطي الحلة بتاعتنا ونقول مع بعض ايه طلع الرز لما يستوي. خلصنا من الرز. حلو قوي. تعالوا نشتغل في الشوربة. بس خلونا نطلع اللي في الفرن الأول، عشان لسه عندنا شغل فيه. اللهم صل على النبي. انا ده سيبك تغزلها، تستاهل الغزل والدلع. غزال يا غزال عينيا. يا ويلي يا ويلي. شفت شفت، يلا يا ملاح هسقيك شوربه جمبري النهارده. اه شفت الجمال اهو ده، طلعها بقى اهي تحفه فنيه. نقدمها كده ممكن، بس مش تبقى لطيفه. خلونا نكمل الحدوته بتاعتنا، بس خلونا ناخد ده الاول كده ونسقطه هنا. قشر الجمبري، قشر الجمبري مع شبت. العب. ما
انت فاتتك ده يا شيخ. اصحى معايا ونقعد اخوك هنا. ايه خلي بالك، ايوه قاموس ده موضوع كبير ده هقول لك دلوقتي. حلو تمام، ناخد مع بعض. اللهم صل على النبي. يلا مع بعض كده ناخد الحاجات الحلوه اللي هنا. الفلفل، الله، بصل، الجمبري صوته عالي في قلب الزيت، حتى القشر. خد راحتك خالص. حلو، تعالى حط قشر بصل كده ولا تسمعوا له صوت، اما قشر الجمبري حتى صوته عالي في الزيت. هناخد البصل ده كده والفلفل الحار ده كده، اهم حاجه شويه البهريز. لا انا عايزه كده اهو، البهريز ده كده اهو كل ده انا عايزه. الله، طماطمايه دي عايزه، والفلفل ده عايزه. الله، بس كده ما عادش في حاجه. هنغطي دي كده. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه دي كده، هو ده. خلوهم كده على جنب، هقول لك هنعمل بوم ايه الاخر. حلو الكلام، ناخد ده كله مع بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشغل الخلاط بتاعنا ده كده. بس خلاص، اسف للازعاج. نجيب طبق التقديم، شويه سمك زي ما قال المغازل، مفيش كتاب بيقول الكلام ده. اللهم صل على النبي. البهريز الحلو بتاعنا ده كده، نحط ده هنا. حلو، ده الفليفلة والطماطم والبصل والثوم والزعتر وزيت الزيتون والريحان والفلفل الحار. حلو، السمك بتاعنا الحلو الجميل ده كده. فين دي للسمكة؟ اهو اهو، حط هنا دي للسمكة، وادي السمكة بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي كانت من شوية في حليب جوز الهند. الجزلة دي حلوة، بهدها لك يا مخرجنا. هي أصلا مستوية وهي طالعة من حليب جوز الهند، حلت خلاص. الفلفل ده الجميل الحلو ده ناخده برزنتيشن كده. الفلفل الأصفر الحلو ده بحب لونه بعد ما بتشوي، والفلفل الأخضر ده برضه بحب لونه بعد ما بتشوي. العب عيني. حاضر حاضر، حط ده كده، شوية البصل الحلوين دول كده هنا. ناكل البصل ولا ناكل السمك؟ البهريز اللي عندي هنا اللي باقي من السمكة زي ما هما كده. معلش أنا عارف أنت كنت عايز إيه، ده ما ينفعش اللي أنا بعمله ده. في قلب الخلاط. الله الله عليك يا شيف لما تشتغل ومزاجك رايق. انتوا بس رواه مزاج الشيف. التتبيله الحلوه دي كده اهي، شفت التتبيله دي كده اهي، ناخدها وننزل كده. الله، الف انا وشيفة للي ياكل. صح الاكل دي؟ صحيه 100%، مفيهاش اي دهون. سمك مشوي وحقوق الطبع لدينا، وبس بداية من المعطيات اللي هي من أول ما قطعنا السمكة وحطيناها في حليب الجوز الهند. الباقي من الموضوع ده تعالوا نشوف هنعمل بيه. الرز أخباره إيه؟ استوى. الله، أنا هأكلك شوية رز النهاردة أول مرة تاكليه. شيل كل ده يا عم الشيف، وناخد الخليط اللي معانا ده كده، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على الحلاوه بالله عليك. بهريز ده كده، يلا بينا. اهو ده، الله، سقيت الرز.
شفت الكلام الجامد ده؟ الله. لما اقول لك تاكل الرز ده وتسيب الجمبري والسمك للضيوف، الشيف مش بيتكلم من فراغ. ونسيبه على النار ننساه. فيهم طعم السمك؟ اه. فيهم طعم الجمبري؟ اه. مش انا اللي بقول، الطاسة اللي بتقول. وقال لك السر في الطاسة، المغازي جاب الخلاصة. هنخليها على نار هادية كده، وتعالوا نشتغل في الشوربة بتاعتنا. حلو الكلام؟ طاسة على النار بتاعت الشوربة، ونعمل أحلى شوية شوربة واحنا واقفين كده. فص توم ناعم، شوربة الجمبري ما تاخدش بصل، هي واخدة بصل مع الشوربة، مكعب من الزبدة. الشوربة خلصت اهو. الله. وننزل بالجمبري بتاعنا. اللهم صل على النبي. هو ده. وانا شغال كده، وادي الشوربه كمان خلصت. العب يا سمك. خلصت الشوربه، حطها على النار شديده. مش بقول لك اضرب الحديد وهو ايه؟ كل الجمبري وهو سخن. غلوه، نحط الكريمه اللباني ونقدمها بألف انا وشفا. ما نحطش لا دقيق ولا نشا علشان نقدر نكمل سفرة السمك. وجود الدقيق والنشا في قلب شوربه السي فود بيخليكي تقفلي. شيل كل حاجه ملهاش عوزه. نعم والله لو صبرت على رزقك هعمل لك اللي انت عايزه. معانا قشر الجمبري والشبت اللي كان معانا من شويه. مخرجنا عايز يعرف ده مصيره فين. تعالي يوم بقى طلبت معاكي تعملي شوربه جمبري او رز صياديه لاولادك، وعندك سمك بلطي، وهتجيبي منين قشر الجمبري؟ تجيبي منين الطعم؟ تجيبي منين التركايه بتاعت المغازي؟ هو ده الكلام. مش بقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الحلو، بلاش الاسود، هنحط ده كده هنا. الله. زي ما عملتهم كده دلوقتي. وقلب الكبة دي كده، اللهم صل على النبي. يروق الدنيا. ده احطهم بقى كده في طبق صغير او في كيس تخزين بتاع تلاجة. وأمنة عليهم، وجيبي حارس عليهم في التلاجة. شوية قشر الجمبري دول يقلبوا لي الكيان صينية سمك بالسمك، صينية سمك بالبطاطس. بتعمليها مثلا، بتعملي مثلا شوربة جمبري. حلو؟ اه. في قلب الخلاط. الله. لو خزنت منه. ها حبيبي يا شفيق. اه والله بيقول لي انت جبت الجمبري ده خدت اللي انت. عايز تشربها اشربها على مسؤوليتي، بس كنت لو قلت لي احط عليها شوربه جمبري واشربها، والله بجد لطيفه يعني. لو عايز هنحط عليها شوربه جمبري ونشربها عادي. ناخد شويه هنا كده. الله. الشوربه خلصت، حط عليها الكريمه اللباني. يلا يلا كريمه اللباني. شوربه جمبري زي ما قال الكتاب. كتاب مين بيقول الكلام ده؟ نغرفها جاهزه. وادي الجمبري معانا، طعم الكريمه. نغرف الرز جاهز. يابا يابا يابا، معانا سمك هنا تيجي نغرف فيها الرز ده. يبقى كمان سمك في سمك. سمك لبن تمر هندي. الله. شوية رز لازم تعملهم على طريقة المغازي، ومن فضلك سمي الرز ده في العيلة طريقة المغازي. اهو. اللهم صل على النبي. نعم يا غالي.
لا رز مصري، رز البسمتي مش هيبقى طعمه حلو فيها. واللي ينفع نعمله رز بسمتي؟ لا رز مصري. ألف هنا وشفا. شوربة الجمبري نغرفها عشان وقتنا خلص. نعم والله أنا فيش حاجة في تحضير معايا، حتى الجمبري قشرته مع حضراتكم. بيقول لي لو دخلت ست البيت أو زوجاتنا الطيبين خش يعملوا الأكل ده في الطايم ده عادي، ممكن تعمله بسهولة بنفس المدرسة. أنا اللي طلع معايا بصل متقطع والجمبري حطه في الحليب، ده التحضير أو المزمبلاس بتاعي. يعني أنا خدت 45 دقيقة، أنت ممكن تاخدي ساعة ونص، أسمح لك بساعتين. شوية رز تدعيلي، الشوربة بتاعتي جاهزة. اللهم صل على النبي. فين طبق الشوربة؟ هاي الله. دايما نقول الكرفس ملك الشوربة، ده كرفس أخضر يتحط وقت التقديم. ونشيل الشوربة بتاعتنا. الله ألف هنا وشفا. شفت الجمبري؟ من غير نشا ولا أي حاجة. ولا دي، خلي بالك. شفت ازاي؟ كريمة اللباني، يلا بينا. عينيا. زلزال. جيب لي اللحظات الحرجة دي بالله عليك. قلب الصغير لا يتحمل. تعملي ايه بقى؟ دي شقاوة مطبخ. اهي كده. شفت دي بقى؟ دي بهدال المشاهدين. حلقتنا النهاردة خليها سمك النهاردة، بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم يكون بفكر وإبداع الشيف الموازن. عملنا شوربة جمبري بالكريمة، دلعناها، خدنا قشر الجمبري عملنا منه من الفسيخ شربات، عملنا سمكة مشوية بحليب جوز الهند بطريقة مغازية ولكن الطعم هندي بخفة دم مصرية. وخليها سمك النهاردة يعني رؤية وفن وإبداع. يوم من الأسبوع، يوم من السنة، يوم من الشهر، سميه زي ما تسميه، لازم يكون عندك يوم كده لطيف وجميل تدلعي الأولاد وتدلعي العيلة وحماتك. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس إيرو.